لا إله إلا الله. تطلع برا يا جدع انت برا. والله انت هتروح النار بعمايلك السوداء ده. من كل الله من كل الله وقعت من الولاد اخت. على فكرة اختك مؤدبة، مو بقى من اللي انت فيه فوق شوية. انت عمال تختار الواحد ولا التاني. على فكرة قاعدة في مكان وهو في مكان يا اخويا. سوري كان لازم اكلمكم، انا قلقان جدا على سويلم. مستر شريف بلا قطع من حديثك، يعني الامور كلها واضحه ومكشوفه، فيا ريت قلنا شو بدك. اخيل قلبك، التنتين حلوه وذكيه، انا بموت في الحلوين الاذكياء. طيب لكن يا ريت تحترم ذكينا شوي وتقلنا شو بدك. مش عايز حاجة ولا شي. شو ادمي سيد الاوادم، يعني كمشتنا ولقطتنا وما بدك شي منا ابدا، ما بدك مصاري ولا سلمتنا، هيك ببساطة ما بدك شي. كله بأوان ونحن معك. شوف شو بدك ونحن بننفذ، بس اهم شيء يكون حقنا محفوظ. واضح ان ده رايك لوحدك مش راي زينه كمان. لا طبعا زينه بتوافقني الراي، بعدين زينه اوعى من هيك من انه تخالفني الراي. صح؟ انا زهقان قوي يا جماعه والله. بحط لك طيب. فكره فككم من سعاده بقى، ها؟ عشان ما فيش منه فايده خلاص. شريف عمل له غسيل مخ. يا ريته عمل له غسيل مخ، لو غسل مخه كان نضف، انما البعيد جالوس طين شال مخه خالص. انت مش صاحبه؟ ايوه. بذمتك هو كان عنده مخ اصلا؟ والله كان ساعات بيفهم وكان زي الفل. ساعات؟ ايوه والله. بس هو من يوم ما شريف قال له انه هيطلعه من قضيه القتل دي. جريمه ايه؟ قتل ايه؟ جريمه ايه؟ انت اللي لسه قايل. انا قلت ايه؟ قلت قتل. قتل؟ مين قال قتل؟ انت. انا قلت قتل. ايوه. مين قتل مين؟ صوتك الله يخرب بيتك. ايوه انا اللي قلت قتل. انت لسه قايل قتل. اخلص يا بعبوك. مش عارف اكدب اكتر من كده. بص يا روح البعبوك، الواد سعاده متهم في البلد في قضيه قتل، ومش هو اللي قتل، ده غريب اللي قتل. بس يا ابن الجزمه، انا دلوقتي فهمت ليه شريف مش عايزني اقول لسعاده ان غريب اللي قتل هنادي، عشان يفضل تحت طوعه ويفضل زله. يا ابن الصرم يا ابن، احنا مش فاهمين حاجه. غريب مين؟ غريب ايه ده؟ غريب غريب لاجرع. عرفناه احنا كده يعني؟ غريب كريستيانو البلد عندينا. حاجه جامده يعني؟ ايوه. يا ابني قول يا ابني حاجه نفهمها. بص انا هحكي لكم. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ياما انت مش فاهم حاجه. طب ما تفهمني انت يا ابو المفهوميه. ما انا بقالي 3 ساعات ياما عمال افهم فيكي، ما هي مش برضك مش فاهم. اعمل لك ايه؟ ما هو ده الكلام ما يدخلش العقل. يعني البيت اللي احنا رحناه ده مش بيت امها؟ لا ياما، ده بيت الواد المايا صاحبها اللي انا قفشته راكب وراه على الموتوسيكل هناك، قاعدين بيعبطوا في بعض. يا مري يا دي الفضايح. واختها السوسه ما قالتلناش. مقرطصنا ياما. معلش يا ولدي ما تزعلش روحك. انا مش زعلان، بس وديني ياما ما انا سايبهم. هدي روحك بس وفهمني، ايه اللي ودي الواد بعبيك هناك؟ كيف ما قال لي شريف بالظبط؟ بيغيروا مني، بيحقدوا عليا، عايزين يبقوا احسن مني. الهي يحميك يا ولدي ويحبب فيك القريب والبعيد واللي ماشي في الطريق. ما تدعي لي انا يا امه، بتدعي لي اللي ماشي في الطريق، ادعي لي انا.
ربنا يحبب فيك خلقه يا ولدي. حلوه دي، بس اديني واحده ليا انا مباشره. ليا انا. ربنا يجعل خيرك لغيرك. ليه؟ ايه يا عم الدعوات الغلط دي؟ ما تدعي دعوه ليا، خلي ربنا يكرمني. ربنا ياخدك. يبقى احسن. يا يوسف شو بك انت؟ شو بك؟ ما بدي احاول بقى شي غصب عني انا. اذا منك عارفه مصلحتك انا بخليك تعرفيها كثير منيح. اول شي وطي صوتك. تاني شي شريف هيدا واحد شيطان. بتعرف شو عين شيطان؟ عم بيوقع باخواتي. وحده اخواتي؟ لا تكوني صدقتي انهم اخواتك. نحن جايين هون لمهمه وحده وبس. انا بطل بدي اذي الناس. ما شفنا شي منهم بشع. بعدين حبيتهم يا خيي، حبيتهم. ما نحن جايين نعمل مصلحتنا. حاجه تفكرين بقلبك وعواطفك. وطي صوتك، وطي صوتك. انا ما بدي اعول بقى شي غصب عني. ما تخليني افقد اعصابي يا جمانه. اظن انا كده عملت كل اللي مطلوب مني. ما انكرش ان انت شفت شغلك كويس الفتره الاخرانيه، بس انا برضو مش هقول مبروك غير لما نمضي العقود. هنمضي يا مستر طارق، ما تقلقش. دلوقتي سعاده بقى بطوله، يعني نقول مبروك. الله يبارك فيكي. بس خلي بالكم سعاده تعبان نفسيا ومكتئب، يعني ممكن قوي ما تعرفوش تمضوه. بسيطه، جلسه مساج وساونا يروق يبقى زي الفل. حاتم ظبط المعدة. اعتبره حصل يا ريس. مساج وساونا وبادي كير. يلا تصبحوا على كير يا جماعة. يلا. اتفضل 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 يا ريس اتفضل. يلا ما تيجي عم الساعة تشرب الشاي، الشاي بارد. لازم ألمع كويس عشان ما تجيرش. شو قال يا ساتر.